أطلقت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي مبادرة توعوية لرفع الثقافة المرورية في إمارة أبو ظبي. الهدف منها طبعا توعية مرتادي الطريق سواء كانوا من قائدي المركبات أو مستخدمي الطريق من المشاة، لتوعيتهم بالطرق الصحيحة والقانونية لتفادي هذه المخالفات. تأتي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بعد إجراء التحليلات والإحصائيات اللي وردتنا، نركز على ثمان محاور، أهمها محور أو مخالفة الانشغال بغير الطريق اللي تعد من أكثر المخالفات تؤدي إلى وفيات وإصابات البليغة، ونتمنى السلامة للجميع ودرب السلامة كذلك للجميع.